عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الاختبار الإنجليزي من الدرس 11 وحتى الدرس 20. عندنا 10 كلمات اللي هي من الكلمة رقم 11 إلى الكلمة رقم 20. هي هذه العشر كلمات اللي راح نجري بها الاختبار بعد أن تابعنا خلال هذا الأسبوع سويا هذه الكلمات. كل يوم تابعنا كلمتين وشرحناهم بالتفصيل، وإن شاء الله نكون حفظناهن معانيهن. والآن راح نجري الاختبار. إذا لم تكن حافظ لهذه الكلمات أرجو أن ترجع إلى مشاهدة هذه الدروس ومن ثم تأتي وتجري الاختبار مرة أخرى. إذا خلينا نقرأ هذه الكلمات العشرة بسرعة قبل ما نبدأ بالاختبار. الكلمة الأولى كلمة above, accept, across, account, according, act, action, activity, actually, administration. هذه عندنا العشر كلمات، خلينا نقرأهن مرة ثانية حتى نبدأ بالأسئلة العشرة اللي عندنا. طبعا الإجابات بإمكانك تكتبها بالتعليق أسفل هذا الفيديو، بإمكانك تكتبها على جروب الواتساب أو من خلال الفيسبوك تكتب الأجوبة بالتعليقات أيضا. إذا خلي نراجع الحين ونبدأ بالأسئلة. كلمة الأولى كلمة above، الثانية accept، الثالثة across، account، according، act، action، activity، actually، administration. هذه العشر كلمات. خلينا نبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول هو املأ الفراغ التالي. راح تكون جميع الأسئلة ملئ للفراغات وتختار الإجابة الصحيحة. The فراغ definition may be incorrect. التعريف أعلاه قد يكون غير واضح. ما هي الإجابة الصحيحة للسؤال الأول؟ أي واحدة من الاختيارات above, act, law, according. يا هي الإجابة الصحيحة، اكتب الإجابة الصحيحة. The فراغ definition may be incorrect. التعريف أعلاه قد يكون غير صحيح. نروح للسؤال الثاني. السؤال الثاني you should فراغ me as I am. You should فراغ me as I am. You should activity me. You should act me. You should accept me as I am. يا هي الإجابة الصحيحة، اكتب الجواب الصحيح أيضا بالفراغ هذا. السؤال الثالث عندنا their eyes met، عيونهم التقت فراغ a room. الإجابة تكون administration actually law across. ما هي الإجابة الصحيحة أيضا، اكتب الإجابة الصحيحة لهذه الفراغ. Their eyes met فراغ a room. السؤال الثالث I asked him، أنا سألته to put it in my فراغ. الإجابة account actually law activity. أي واحدة من الإجابات؟ account actually activity. طلبت منه وضعه في حسابي. I asked him to put it in my فراغ. السؤال الخامس cook the rice فراغ to the instructions. activity act according. أي وحدة إجابة صحيحة؟ activity act according. أطبخ الأرز وفقا أو حسب التعليمات. وفقا للتعليمات أو حسب التعليمات. cook the rice فراغ to the instructions. السؤال السادس راح يكون عندنا the فراغ to abolish slavery. the act, the according, the above. شو هي الإجابة الصحيحة أيضا، جاوب على هذا الفراغ. العمل على إلغاء العبودية. the فراغ to abolish slavery. The farmers hold the فراغ responsible for the mess. يحمل المزارعون الإدارة مسؤولية الفوضى. The farmers hold the المزارعون يحملون the فراغ responsible مسؤولية المسؤولية for the mess للفوضى. إذن ماذا نضع في الفراغ؟ administration actually law across. سؤال الثامن the فراغ in the novel is spread over two decades. إذن the activity law the action though the above in the novel is spread over the two decades. تغطي أحداث الكتاب مدة عقدين من الزمن. سؤال التاسع قبل الأخير عندنا there has been a sustained level of فراغ in the economy.
إذن ماذا نضع في هذا الفراغ؟ Activity actually above. كان هناك مستوى مستمر من النشاط في الاقتصاد. السؤال العاشر والأخير عندنا في هذه الحلقة لهذا اليوم. You must pay attention to what young people are فراغ doing or above doing or actually doing or except doing. ما هي الإجابة الصحيحة؟ يجب علينا الانتباه إلى ما يفعله الشباب فعلا أو في الواقع. We must pay attention to what young people are فراغ doing. إلى هنا انتهينا من هذا الامتحان، وأتمنى لكم عيد مبارك وسعيد إن شاء الله، وتحقق جميع أمانيكم وتقبل الله طاعتكم. انتظرونا في الحلقات القادمة. في الأسبوع القادم سوف نبدأ بعشر كلمات جديدة، وأيضا في الاختبار يوم السبت القادم. وشكرا لكم على المتابعة. إلى اللقاء.